من المواصل صورة لبنت في مواقع التواصل كادت أن تتسبب بمقتلها. فتفاجأنا بأنه الصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتم ابتزازها. من خلال هذا الموضوع وصل الأمر للخطيبها ولعشيرة الخطيب. إذن إلى لوكيشن آخر وتحديدا الموصل. شاب تعرضت شقيقته إلى الابتزاز الإلكتروني من خلال صورة تم نشرها في مواقع التواصل. هذه البنية تعرضت للابتزاز وكانت مخطوبة. من انتشرت هذه الصورة صارت عندها مشاكل، وصلت إلى حد أنه تقتل هذه البنية من الموصل. وعند اللجوء إلى القانون وبعد البحث والتحري والقوات الأمنية اللي قامت بواجبها، تبين أنه من قام الابتزاز ونشر الصورة هي إحدى صديقاتها في هذه الجروبات في وسائل التواصل الاجتماعي. هدفنا اليوم من هذه القصة أنه ننشر نوع من التوعية، لذلك شقيق الضحية طلب أن يتغير صوته ويكون معنا حتى يتحدث لنا بهذه القصة حتى توصل إلى كل مشاهد، ونكون حذرين وننبه شبابنا وبناتنا أنه هذه الصور اللي تتناقلوها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد يتم تحريفها وابتزازكم بها من قبل أصدقاء أو صديقاتكم المقربين. لذلك خلونا نشوف هذا الموضوع من الموصل. طبعا بداية الحديث، أختي كانت طالبة بالجامعة وبنفس الفترة كانت مخطوبة الشخص من غير عشيرة، احنا من عشيرة وهو من غير عشيرة. فكانت داخلة بجروب على موقع التواصل الاجتماعي بينها وبين البنات، يعني الجروب طالبات كلين، بينها وبين الطالبات مراسلات صور، تعرف انت يعني ما كانت عندها وعي انه هاي الصورة راح يعرضها للخطر او ممكن يوم من الايام راح تبتز بيها. فتفاجأنا بانه الصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وتم ابتزازها. من خلال هذا الموضوع وصل الأمر للخطيبها ولعشيرة الخطيب. فكانت مشكلة كلش كبيرة بينه وبين الخطيب أولا، بعدها اتجهت المشكلة بين العشيرتين وأدى إلى اقتتال يعني بالأيادي، وصار بها جرحى، والبنت تعرضت لأزمة نفسية وكذلك من الخطيب. طالت الفترة أكثر من يعني فترة طويلة كل شو عانينا، والبنت أيضا عانت والعشيرتين عانت بهذا السبب. طبعا اتجهنا احنا كعشيرة البنت اتجهنا للقانون، يعني تدري انت القانون هو اللي يحكم بيناتنا أولا. فالقوات الأمنية ساعدتنا بأنه تتواصل ويا هذا المبتز. بعد فترة من الزمن تواصلت مع هذا المبتز، طلع من داخل الجروب من أحد الطالبات ان هي موصله الصور وان هي ابتزت البنت. لولا فضل القوات الامنيه يعني كانت اكو حاله قتل ممكن من قبل اهل الخطيب او عشيرته باتجاه اهلي او شخصين انا. رساله اريد اوصلها لجميع الاهالي انه يتابعون وينبهون ويوعون بناتهم اولادهم بهذه المجموعات عبر الماسنجر او الواتساب او التليجرام، انه ما يبعثون اي صوره شخصيه او صوره ممكن يتم متداولتها بينهم. ممكن يوم من الايام هذا التليفون يضيع او توديه المكتب صيانه، او ممكن ينسرق منك وراح يتم هذا الموضوع. يعني مثلا صور الشخصيه البنت يوم من الايام راح يشوف انت بموقع تواصل اجتماعي مجهول. واحنا بالعراق يعني مشكله مواقع التواصل الاجتماعي مشكله كلش مشكله كبيره. اتمنى ان يتم محاسبه المبتزين وتكون هناك مراقبه شديده على مواقع التواصل الاجتماعي، واتمنى انه كل بنت يكون عندها وعي وادراك باي مجموعه كانت، حتى وان كانت مجموعه يعني مثل طالبات. حاليا احنا في زمن يعني تدري اتجهنا الى زمن الكتروني، الجامعات والمدارس اغلبيه المحاضرات اصبحت الكترونيه. فاتمنى انه لا ترسل صوره شخصيه بهذه الجروبات، ممكن يوم من الايام شخص مريض معاق نفسيا راح يعرضها للفضيحه او للابتزاز.